هنا القدس دوت كوم من أبرز عناوين الأخبار اليوم. كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يقول إن الأوروبيين أساءوا فهم خطواتنا نحو مجلس الأمن لأن نتنياهو ضل لهم. خالد مشعل يؤكد أن إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد هو تسويق لأوهام واستنزاف لتطلعات الشعب الفلسطيني. هل تدفع تصرفات نتنياهو ورفضه المستمر الرئيس أوباما للارتماء في أحضان الرئيس عباس؟ الإعلام الفلسطيني مصاب بنكسة غير مسبوقة نتيجة الانقسام بين حركتي فتح وحماس. الجزائريون أطاحوا بأحفاد الفراعنة وتأهلوا لنهائيات كأس العالم 2010. لتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. تحية لكم وإلى اللقاء.